كان عمره 8 سنين ابن إلي كان صف ثاني ابتدائي اسمه كاشف فأجي يوميتها علي كنت أنا ملي تنك مي للتركتر للغنمات على التركتر فأجي ركب معاي مستف إنه يركب معاي إنه يمشي معاي يتخرف معاي لأن كلياتنا كنا كانوا أخوته يحبوه شخصيته كانت غير شكل وقع عن التركتر وأجى راسه على حجر صار ينزف قعد 6 ساعات وهو ينزف قبل ما يصلنا أي بلنس أو أي شيء تفارق الحياة المقاسيم في 2003 كانت المقاسيم مشددة أكثر من اليوم قبل ما يصل البالانس توفى كانت تقريبا حدود 4 ساعات وهو يتعذب وينزف لو كان في عيادة فيها ممرض الممرض بعرف يعالج يكون قريب في المناطق بمنع أي بنية تحتية أو بنية صحية بمنع أي خدمات كانت وما كانتش عندكم سيارة يعني إنه تاخذوه شيء زي هيك لا في عندنا سيارة فيش عندنا إلا تراكتر وولد مصاب نقدرش نزمه في تراكتر نحمله في تراكتر مش كل السيارات بقدرنا بيجين بفتن الطريق الطرق هاي الترابية اللي مدمرة فحاولنا ان نساوي الطريق الجيش جرفها كامل فالمعاملات اللي بتعاملها للسكان هان وعدم قيام السماح لهم في عيشة كريمة ولا الضغط على الناس لترحيلهم عندك امل انه الاشي يتغير يعني انت كتير سنين يعني كل الامل كل الامل تاريخ عجلي ولا يمكن القوي ظل القوي انا بتمنى ان المجتمع الدولي كامل يتعقل ويعمل السلام